دونك جميع الممولين المغاربه اليوم فرحانين بهذا المولود الجديد ديال الجامعه اللي كيف تشوفوا الجامعه المهنيه المغربيه لممول الحفلات في المغرب اللي كتجمع الفيدراليات وكتجمع مؤسسات تتناضل في القطاع ديال تمويل الحفلات. وجات هذه الجامعه باش تدفع الحقوق ديال هاد المهنيين. وخا هاد الجائحه دابا اللي تنعيشوها لي تريتور كاملين حاليا تعاني واحد المعاناه لا تتصور. بعشرة ديال الاشهر ما خدامين، ما لي كيس ديالهم زيرو ديغام، لي كويزين ديالهم ديزيرتي، تحد ما فيهم. ولكن اليوم هاد لي تريتور فرحانين حيت حسوا بانه هاد الجامعه غادي دير واحد العمل وغتنوب عليهم، وهي هاد الجامعه اللي غادي تدير فاس وغادي توصل هاد المعاناه ديالهم للحكومه. الوغ الاهداف ديال هاد الجامعه جات باش تقني المهنه، اولا تقني المهنه، ثانيا لي فورماسيون كونتينيو اللي غادي تاثرهم مع هاد الممولين باش يكون تحسين ديال الخدمات ديال الممولين، وكذلك الدفاع عن الحقوق ديال الممولين اون جينيرال. اليوم كان عندنا يوم تواصلي من بعد التاسيس ديال نهار الخمسة في الشهر دو جانبير، اليوم تواصلي مع الاخوان ديالنا مع الفيدراليه ديال مراكش اللي هي حديثه العهد، وحنا درنا يد في اليوم باش غادي نحاولوا نتكتلوا جميعا وندخلوا ويدخلوا معنا جميع التنظيمات وجميع الجمعيات على اختلاف اشكالهم والوانهم وثقافاتهم وخصوصياتهم. اليوم هاد الجامعه جات باش توحد الكلمه وتحاول ما امكن تخدم لاجل تاطير المهنه اللي اصبحت اولا بسبب الجائحه في خبر كان، وثانيا المهنه اللي اصبحت عشوائيه، غادي نقول عشوائيه لان بعد اللي منظم اليوم راه ضيع التنظيم ديالو، ولكن الجامعه اليوم تدير يديها في الاخوان كاملين والفرقاء كاملين باش ناطروها ونحطوا لها بعض القوانين باش يمكننا نمارسوا المهنه براسنا مهزوز وبنفس عاليه وبمهنيه واحترافيه عاليه جدا. اللي بقى لي ما نقوله هو انني تنطلب الله سبحانه وتعالى يكون هذا النداء عام جميع الجمعيات. ظهور الجمعيات في المغرب وتكاثر الجمعيات ظاهره صحيه، هذا دليل على ان الاخوان كلهم فهموا على ان اليد الواحده لا تصفق. وحنا كل ما كانوا جمعيات مجموعين ماشي بنادم ماشي الانسان عايش فرد ولا مشتت، كل ما كان التواصل اسهل لان تنتواصلوا مع فرد ولا مع جوج. اليوم حنا الحمد لله رحنا في واحد العرس اللي هو تواصلي بعد ما ارتأت يعني الفيدراليه بتنظيم هذا اليوم التواصلي مع الساده رؤساء الفيدراليات والساده رؤساء الجمعيات وممولي وممولات الحفلات بالمغرب عامه. كذلك اللقاء اللي حنا حضينا اليوم الحمد لله وبفضل الله تعالى وتضافر الجهود والتعاون ديال جميع يعني المهني هذا القطاع اللي كان هذا اللقاء مع السيد رئيس الجامعة الوطنية المغربية لممولي الحفلات. كان اليوم الحمد لله واحد النقاش موسع حول ويعني إعداد وقراءة القانون الأساسي للجمعية اللي كان جميع الإخوة اليوم الحمد لله كان واحد الرحب لهذا القانون الأساسي اللي في الحقيقة كاينين مستجدات وكاينين أهداف اللي اليوم الممول أصبح معترف به. اليوم الممول الحمد لله غادي يعني يترفع الشان ديالو، غادي تكون عنده واحد القيمة إضافية يعني في المستقبل. كي كتعرفوا بعد هذه الجائحة وبعد هذه التطلعات اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء هذا، وإن شاء الله بفضل الجهود اللي تكتفات اليوم وبفضل هذا اللقاء التواصلي اليوم اللي جمع خيرة الناس
من المغرب، ما كنقولش انا اليوم راه من جهه مراكش. اليوم الحمد لله راه التضافر جهود كان على صعيد المغرب، اللي وجوه نيره مميلين اللي في المستوى، اساتذه يعني ناس ديال القانون اللي كان في التاطير، اللي كانوا في التاطير ديال هذا اللقاء هذا. اليوم الحمد لله نجحنا حنا كفيدراليه بهذه اللجنه المنظمه اللي سهرت على هذه اللقاءات هادو، وكان يعني النجاح ديال الجميع. اليوم الحمد لله كنهنيو راسنا وكنهنيو جميع الممولين بالمغرب على هذا التلاحم وهذا تضافر الجهود، وهذه هي الصورة المعبرة اليوم الحقيقية ديال الممول، هو التلاحم ديالو وتضافر الجهود ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم جينا لمدينة مراكش اللي نسجلوا الخطوات الأولى للجامعة الوطنية لتنظيمات الممول الحفلات. كان اليوم لقاء تواصلي مع الفيدرالية المغربية لممول الحفلات بجهة مراكش، والحمد لله احنا دائما في الخطوات الاولى ديال الجامعه، وهي لم الشمل الجميع على جميع ربوع المملكه. وهذه اليوم كانت المحطه الاولى في مدينه الرباط، اليوم المحطه الثانيه في مدينه مراكش، ومازال ان شاء الله غادي نحاولوا اننا غتكون تغطيه لجميع ربوع المملكه. احنا التوصيه الاولى هي اول حاجه الشعار الاول هو تقنين المهنه، مساعده الممول الصغير والممول الكبير ايضا، ايجاد حلول ناجعه لتخطي هذه الجائحه كورونا. ومن بعد ان شاء الله سيتم تكوين المكتب الجامعه اللي غيكون ممثل من جميع التنظيمات اللي كاينين في ربوع المملكه. حنا الحمد لله دابا في الخطوات الاولى، ومن بعد غنقدوا نسطروا البرنامج اللي غيكون وطني، اللي غيكون مشارك فيه جميع التنظيمات. انا دائما نسطر على جميع التنظيمات، يعني ما يكونش برنامج ممثل من واحد المدينه فقط، غيكون ممثل من جميع التنظيمات المتواجده في ربوع المملكه.